السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هنبدأ معاكم إن شاء الله سلسلة جديدة من حل اختبارات كتاب الامتحان. 10 نماذج هنحلهم في سياق أو في نمط نص شهر 3 اللي هو الامتحان بتاع أبريل وبتاع آخر السنة إن شاء الله اللي هو شهر 11. هنبدأ السلسلة زي ما عملنا معاكم سلسلة الأحياء قبل كده، سلسلة الخبير في الفيزياء. هنبدأ إن شاء الله يعني بقدر إمكان النماذج اللي نقدر نحلها النهاردة ونكمل بعد كده. ديت أولا الحلقة الأولى في هذه السلسلة. أول مسألة عندنا صفحة 149 النموذج الأول. نبدأ بنقول سيارة، المسألة المعطيات بتاعتها عشان الوقت، سيارة كتلتها 1200، يبقى أنا عندي الكتلة بتساوي 1200 كيلوغرام، تتحرك بسرعة في اي. عرفت في اي منين؟ لأنه يقولك استخدم المكابح الواتية أو الفرامل، يبقى في اف هي التانية، خلاص انخفضت لإيه؟ 8. خلاص خلال زمن قدره الزمن بيساوي كام؟ 6 ثواني. من هنا من التلاتة دول هنجيب العجلة، وعندي الكتلة، هو طالب مني القوة، أنا عندي القوة أساسا بتساوي قوة بتساوي الام في الكتلة موجودة، هو طالب القوة. خلاص يبقى العجلة هجيبها الايه بتساوي في اف ناقص في اي على تي، يعني 8 ناقص 20 على 6 بيساوي كام؟ سالب 12 على 6، يعني العجلة عندي بتساوي كام؟ سالب 2. يلا نعوض، يبقى اف بتساوي الام بكام؟ الام عطاها لي 1200 في العجلة بكام؟ باتنين، طبعا هي سالب 2، هتساوي سالب 24.00 نيوتن. كلمة السالب ديت يعني في عكس اتجاه، في عكس اتجاه الحركة، يعني عندي رقم ب، يبقى رقم واحد في الأسئلة هتبقى ب، ودي رقم واحد. نيجي رقم اتنين. رقم اتنين سؤال جميل جدا، عندما يتحرك جسم في مسار دائري منتظم فإن مقدار السرعة الخطية واتجاه السرعة. أي حركة دائرية يا جماعة، ما احنا قلنا الرسمة يوم شرحنا الحركة الدائرية، خلاص عشان تعيين العجلة المركزية قلنا السرعة بتبقى كده، ها بنقول السرعة ثابتة ولكن ها ركزوا كده متغيرة في الاتجاه. الكلمتين دول هم الإجابة، خلاص يبقى السرعة ثابتة. طب الاتجاه هو المتغير، الاتجاه هو المتغير. نجيب الكلمتين دول كده، يبقى السرعة ثابتة والاتجاه متغير. يبقى أنا عندي رقم اتنين جيم، رقم اتنين جيم، يبقى استنبطناها من العجلة المركزية والرسمة بتاعتها. يبقى الرسمة بتاعت العجلة المركزية مهمة جدا يوم ما شرحناها في الإثباتات وفي القوانين اللي عندنا. خدوا بالكم احنا قلنا بنحل نماذج او الاسئلة او المسائل اللي ان شاء الله لغاية منتصف مارس، يعني عندي 1 و2 بس، 3 و4 ما همش تبعنا طبعا الباب الرابع، برضو الخامس تبع الباب الرابع. نيجي في رقم ستة نفكر فيها كده بالراحة. مسألة جميلة وحلوة، بيقول الشكل المقابل جسم يدور في مسار دائري خلاص منتظم تحت تأثير قوة مركزية. كلمة قوة مركزية، قبل ما أقول قوة مركزية بتساوي القوة المركزية بتساوي ام في تربيع على على ده القانون. لذلك الحلقة بتاعت القوانين اللي أنا عملها لكم مهمة جدا، نراجع عليها أكتر من مرة عشان نثبت القوانين في دماغنا، نستدعيها كده بسرعة حتى لو تبقى نكتبها في ورقة إن شاء الله. يبقى الوقت هنا أنا عندي دي العجلة المركزية، خلاص معروف العجلة المركزية بتساوي حاصل ضرب الكتلة في مربع السرعة على على نص القطر. تعالوا بقى نشوف هو عاوز فتكون قيمة الزمن الدوري، هو عاوز الزمن الدوري، مش عاوز حاجة من دي. طب وبعدين؟ طب ما انا هجيب السرعة الأول، يعني الوقت هنا انا عندي القوة المركزية عطاها لي، الكتلة عطاها لي 1 كيلوغرام، نص القطر عطوه لي، يبقى انا ممكن اجيب السرعة. يعني من الآخر يعني في تربيع بتساوي الفي مضروبة في نحط ده على واحد وده على واحد، يبقى الفي تربيع مضروبة في في الام، خلاص يبقى ام هنا واف ار. طيب نجيبها كده بالراحة، انا عندي الاف عطالي كام؟ 100، الار بكام؟ ب4. نركز كده مع بعض،
واربعة على كام؟ الكتلة هطالي واحد، يعني الفي تربيع بتساوي كام؟ 400. الفي تربيع بيساوي كام؟ 400. خلاص، اذا الفي السرعة. طب انا عاوز السرعة ليه؟ عشان اعرف اجيب الزمان الدوري. يبقى انا عندي في بتساوي كام؟ بتساوي 20، جذر التربيع بتاع 400. يبقى انا جبت السرعة، خلاص جبت السرعة. ارجع بقى للقانون بتاع الزمن ايه؟ الدوري. انا عندي الزمن الدوري بيساوي، الزمن الدوري القانون بتاعه تي بتساوي 2 باي ار على اتنين باي ار على في، السرعة اللي انا جبتها. الفي موجودة، الار موجودة، خلاص يبقى ايه ناقصني؟ الزمن ايه؟ الدوري. نعوض تعويض مباشر، يلا على طول. خلاص نعوض، هنقول هتساوي اتنين، يبقى انا عندي التي بتساوي اتنين باي ار على في. نبدأ نعوض، اتنين في 22 على 7، في الار عندي كام؟ 4، وهنا على ايه؟ 20 اللي هي السرعة. على 4 في 1 على 4 في 5، يبقى فوق 44 في البسط، وتحت كام؟ 35، يبقى تساوي رقم باء 1.26 من 100 ايه؟ ثانية. يبقى دي رقم 6 هتطلع لي ايه؟ باء. رقم 7 مش علينا. 8 سهلة جدا. التمثيل بياني المعبر عن السرعة المدارية للقمر الصناعي يدور حول كوكب الأرض عبارة عن، نفكر فيها كده، ايه العلاقة ما بين السرعة المدارية؟ لما اجي اعمل السرعة المدارية للقمر الصناعي، الفي بتساوي، في بتساوي جذر التربيعي جي ام على ار. يبقى الوقت هنا عايز التمثيل بياني المعبر عن السرعة المدارية للقمر الصناعي عبارة عن ايه؟ علاقة ما بين في، ما بين في وواحد على ار. خلاص، يبقى في وواحد على ايه؟ على ار. يبقى ديت العلاقة ما بين السرعة المدارية للقمر ايه؟ الصناعي. يبقى انا عندي هنا العلاقة هتكون في مع واحد على ار. خلاص، يبقى الوقت هنا هوت عندي العلاقة هتكون في مع واحد على ار. دي العلاقة ما بين السرعة المدارية للقمر الصناعي و، فاحنا هنا التمثيل البياني نبص على الاشكال المعبرة عن السرعة المدارية، احنا كتبنا القانون في تتناسب مع الجذر التربيعي جي ام على ايه؟ على ار. يعني معناها ان في تتناسب مع واحد على جذر ايه؟ ار. خلاص، يبقى دي العلاقة اللي بين الايه؟ او التي تمثل علاقة عكسية مع الجذر. يبقى انا عندي رقم 8 هتبقى ايه؟ الف. رقم 8 هتبقى الف. نيجي رقم 9. رقم 9 بيقول لي اذا كان الزمن الدوري، بص المسألة دي كويسة فيها فكرة. إذا كان الزمن الدوري القمر الصناعي يدور حول الشمس، يبقى أنا عندي الزمن الدوري عطهولي بيساوي كام؟ 3650025. طبعا دي يوم، يبقى نضرب في 24، هنضرب في 60 في 60. الموضوع الأرقام كبيرة شوية بس مسألة سهلة. وأبعد عن مركز الشمس، وأبعد مركز الشمس عن مركز الأرض مسافة، يعني ديت الآر بتساوي الرقم ده 1.496 في 10 أس إيه؟ 11. فإن عجلة الجذب المركزية للأرض نحو الشمس، ده تعويض مباشر زي ما قلنا. خلاص، نبدأ نشوف المسألة. أنا عندي الزمن الدوري بيساوي 2 باي آر على إيه؟ على في. إيه ده القانون. خلاص، يبقى أنا هجيب الفي، هو طالب إيه؟ عجلة الإيه؟ الجذب المركزي اللي هي اف سي. الاف سي احنا عارفينها ام في تربيع على ايه؟ على ار. انا بكتب لكم القانون ده ليه؟ لان لازم اشوف المكونات هعرف اجيبها. يبقى انا هنا من المعلومتين دول هعرف اجيب ايه؟ السرعه. يبقى انا لو جبت السرعه انا عندي الام وعندي ايه؟ الار.
خلاص. يبقى في الحالة ديت ممكن ايه اعوض تعويض ايه مباشر واجيب عجلة الايه الجذب الايه المركزي. خلاص يبقى انا عندي هنا الوقت الفي هجيبها الاول، الفي هتساوي 2 باي ار، اعوض بقى تعويض مباشر، 2 في 22 على 7 في انا عندي الار بكام الرقم اللي هو عطوه لي، يبقى اعطيني 109496 في 10 أس 11، يبقى انا ضربت 2 باي فار على التي اللي هو الزمن الدوري الرقم ده كله 3650.2 365 وربع، هنضربها في 24، هنضربها في 60، هنضربها كمان ايه في 60. خلاص يبقى في الحالة دهيت، يبقى في الحالة ديت انا جبت الوقت ايه السرعة. خلاص طيب نبدأ نعوض طالب العجلة المركزية. العجلة المركزية الـ AC هتساوي الـ AC اللي هي العجلة المركزية في تربيع على ايه على R. الفي تربيع الرقم اللي هيطلع من هنا، الناتج ده ونعمله بالآلة الحاسبة، الرقم اللي هيطلع من ده نربعه خلاص، ونقسم على R اللي هو عطاها لي 1.496 × 10 إس 11. يبقى الناتج اللي هيطلع لي بالنسبة للعجلة المركزية هتكون هذا الرقم، ونجربه بالآلة الحاسبة. طبعا دي مسائل ممكن تيجي مسائل في الايه في المقالية، لان مش هيبقى يجي كله اختياري، يبقى رقم باقي اللي هتطلع معايا. خلاص يبقى النتيجة هنا في المسألة رقم 9 هتبقى باء، والرقم اللي هيطلع 5 × 10^-4 × 10^(3 متر على الايه ثانية تربيع، لان العجلة المركزية نفس وحدة قياس الايه العجلة العادية. خلاص ولكن دي بتتحرك في ايه في دائرة. يبقى دي خلاص بالنسبة للسؤال رقم 9. يبقى فكرة 9 ان انا عندي الزمن الدوري عطهولي، من الزمن الدوري وار الحاجتين اللي هو عطهم لي ممكن اجيب ايه السرعة. خلاص لان انا محتاج السرعة في ايه في العجلة المركزية، نفهم افكار المسائل ملناش دعوة بالارقام، هيبقى معانا الالة الحاسبة ونحسب براحتنا زي ما احنا عايزين. خلاص لذلك شوف انا عملت لكم شرطة كده، لان عشان نقعد نحسب كده بالالة الحاسبة تاخد لها ربع ساعة. خلاص يبقى الناتج اللي طلع ده حطيناه هنا وربعناه وقسمناه على مين على الار اللي هو عطالي في المسألة. خلاص يبقى الناتج طلع عندي ايه ب. خلاص نيجي في رقم ايه 10. رقم 10 نفكر فيها كده بالراحة مع بعض. 10 اعطيني علاقة ما بين اف وفي تربيع. بالراحة خلاص كده نفكر نفسنا كده، الاف مع على في تربيع هتساوي ام على ار. جت منين؟ جت من اف بتساوي ام في تربيع على ار. خلاص يبقى الوقت هنا هوت جاب لي علاقه ما بين الاف ها والفي تربيع. ركزوا كل انا عامل دلوقتي دايره هنا ودايره هنا، يمين وشمال اللي هو المحور الراسي زي ما عملنا في الحصه بتاعت ميل الخط المستقيم، ودي كانت حلقة الوحيدة نراجع لها برضو. شوفوا كده ده المحور الرأسي وده المحور ايه الافقي، يبقى ما تبقى هو ايه الميل. طب وده يفيدني بحاجة؟ ان انا اجيب الام على ار واستفيد منها، ما هو ده ميل للخط المستقيم. ميل الخط ايه المستقيم، ميل الخط المستقيم هيساوي ايه مقابل على مجاور. يعني ايه مقابل على مجاور؟ يعني 4 على 4، يعني فيها 1 على 1. طب انا استفيد من هنا بحاجة؟ اولا انا قلت دلوقتي ايه جبنا هو عاوز، فان نصف قطر مسار الدائرة المنتظم الذي يتحرك في الدائرة، يبقى الرسم البياني يعبر عن العلاقة بين القوة المركزية تمام على جسم كتلته 2 كيلو جرام، جايب لي الكتلة. يبقى انا عندي العجلة المركزية بتساوي الكتلة كتلة في في تربيع على ايه ار. اتفقنا ان انا هستفيد من الام على ار اللي هي 1 على 1. طب انا لما استفيد ام على ار وطلعت لي 1 على 1، طيب ما الكتلة عطاها لي، الكتلة عطاها لي 2 خلاص على ار هتساوي 1 على 1، هو عاوز نص قطر المسار،
يبقى الوقت ضرب تبادلي، يبقى اقول له الار هتساوي ايه؟ 2. يبقى دي الاجابه وقلنا فيها فكره، يبقى بتساوي ايه؟ 2 ايه متر. يبقى انا عندي بالنسبه لنصف القطر خلاص او نصف قطر مسار الدائري هتطلع لي ايه؟ رقم ايه؟ ج. يبقى ديت رقم ايه؟ ج. وده السؤال ايه؟ رقم 10. خلاص نجيب النموذج الثاني بسرعه، نعمل في كل حلقه كده نموذجين. النموذج الثاني نبدا مع بعض. نبدا السؤال الاولاني. السؤال الاولاني: تقل عجلة الجاذبية الأرضية بنسبة 1% من قيمتها على سطح الأرض على ارتفاع من سطح الأرض يساوي تقريبا. نفهم المسألة كده مع بعض، نقرأ المسألة تاني. ده النموذج التاني. النموذج التاني النموذج التاني المسألة ايه؟ رقم 1. خلاص ده صفحة كام؟ 154. صفحة 154. هذا النموذج بيقول لي تقل عجلة الجاذبية الأرضية، يعني لو هنعتبر عجلة الجاذبية الأرضية في الطبيعة ها نسبتها 100%، بيقول لي قلت نسبة 1% يبقى 99. خلاص يبقى تقل عجلة الجاذبية الأرضية بنسبة 1% خلاص من قيمتها على سطح الأرض، تمام، على ارتفاع قد إيه بقى؟ أولا أنا عندي قانون الجاذبية فاكرينه، جي بتساوي جي ام على ار تربيع. ما العلاقة ما بين الجي والار؟ ها عشان الارتفاع، ما الار هنا تعتبر ايه؟ الارتفاع. ايه العلاقة الوقتي؟ العلاقة ما بين عجلة الجاذبية ونص القطر علاقة ايه؟ عكسية. علاقة عكسية، يعني لو انا قلت 100 على 99 هتساوي ار، المفروض دي ار واحد، لا هتتعكس، يبقى ار 2 تربيع خلاص على ار 1 تربيع اللي هو نص قطر الارض. ها نركز كده في الحته دي. يبقى الوقت هنا اللي هو عاوزه اللي هو الارتفاع ده اللي هو عندي ار تربيع، يبقى انا هنا ضرب تبادلي، ضرب تبادلي، يبقى ار 2 تربيع هتساوي 99 في المقام، وانا عندي هنا 100 مضروبه في 64 6400 كل تربيع خلاص. الناتج هيطلع لي بالآلة الحاسبة، وبعد ما ناخد الجذر يعني الناتج النهائي هتبقى ار 2 هتساوي 6432 خلاص. اذا الارتفاع اللي هو عاوزه خلاص هيساوي الرقم اللي طالع لي، الارتفاع اللي هو طالبه، الرقم اللي هو طالع 6432 ناقص 6400 اللي عطاها لي في المسألة، يبقى هتساوي كام؟ 32 كيلو ايه؟ متر. مسألة فيها فكرة بسيطة، ان بيقول لي عجلة الجاذبية تقل ها من قيمتها على سطح الأرض على ارتفاع معين. خلاص معروف كلما نرتفع لأعلى ايه؟ كلما تقل الايه؟ الجاذبية. فبيقول لي بتقل بنسبة 1%. افترضنا ان عجلة الجاذبية في الوضع الطبيعي 100% قلت بنسبة 1%، يبقى دي المسألة رقم 1 هتبقى طالعة حرف دال اللي هو في الاختياري، يبقى اللي هي ايه؟ 32 اللي هي دال. طيب نيجي، يبقى انا عندي ايه؟ طلعت حرف دال، يبقى رقم 1 هتبقى حرف ايه؟ ده. يلا عشان نتابع معايا السؤال الثاني. شاحنة كتلتها يعني اعطيني الشحنة، الكتلة بتاعت الايه؟ الشاحنة خلاص. طيب بدأت حركتها من السكون، الكلمة دي لها معنى. حتى اصبحت سرعتها كام؟ 3 متر على الثانية تحت تأثير قوتين احداهما ناتجة عن قوة دفع. يبقى انا عندي كلمة قوة دفع وقوة احتكاك وقوة مؤثرة، يبقى القانون مشهور قوي اللي هو F بيساوي F ناقص ايه؟ F. سايبها مفتوحة ايه خلاص. يبقى دايما قلنا اللي بعد علامة يساوي دايما هي المؤثرة خلاص، قانون شرحناه كتير بصراحة في المسائل قبل كده وفي الشرح. يبقى ده انا عندي رقم 2
F بتساوي، طيب ال F اللي هنا احتكاك واللي هنا ايه محرك. خلاص بيقول لي تحت تأثير قوتين احداهما ناتجة عن دفع المحرك، اذا هي المحركة ومقدارها 1100. طيب والقوة الناتجة عن الاحتكاك قيمتها كام؟ 900. يعني من هنا ممكن اجيب المؤثرة اللي هي ال F. خلاص يبقى الوقت هنقول ال F المؤثرة، ال F المؤثرة هسيبها زي ما هي، ال F المؤثرة هسيبها زي ما هي لانها بموجب. خلاص واطلع الايه ال F التانية بإشارة مخالفة. خلاص يبقى في الحالة ديت انا عندي 1100 ناقص 900 ناقص 900. خلاص يبقى في الحالة ديت هتطلع لي كام؟ 200. هتطلع لي 200 يساوي 200 نيوتن. انا جبت القوة الايه المؤثر. طب القوة المؤثرة يعني ايه؟ يعني F بتساوي M في ايه. ومن هنا هنبدأ نشوف انا عندي الكتلة، هو طبعا اكيد هيطلب مني العجلة. خلاص يبقى الوقت هنا هوت، والقوة الناتجة عن الاحتكاك 900. فإن المسافة التي تقطعها الشاحنة، المسافة التي تقطعها الشاحنة، نبدأ نجيب العجلة الأول، نبدأ نجيب العجلة. خلاص يبقى أنا عندي ال F بتساوي M في إيه. أنا عندي الكتلة كام؟ الكتلة 4 × 10^3، 4 × 10^3 مضروبة في العجلة. وانا عندي اساسا القوة عندي طلعت كام؟ 200، لسه مطلعها حالا. خلاص يبقى في الحالة دهيت هنجيب العجلة هتساوي، اذا العجلة هتساوي العجلة مضروبة في 4 × 10^3، وهنا عندي ايه؟ 200. خلاص الميتين ده همت، ممكن الصفرين ده همت مع الصفرين، يبقى بقى 0 و 1 اللي هو 10. يبقى انا عندي 2 على ايه ال 40، يعني هتساوي 5 من 100. 5 من 100 يعني اللي انا جبته ده مين؟ العجلة. طب انا جبت العجلة ليه؟ لان طالب مني الازاح او المسافة. خلاص يبقى انا عندي المسافة، المسافة هجيبها من المعادلة التالتة. يعني المعادلات لازم نكون فاكرينها، المعادلة التالتة. المعادلة التالتة انا عندي في اف تربيع بيساوي في اي تربيع زائد 2 AD. خلاص انا عندي في اف تربيع بيساوي، انا عندي العجلة اللي لسه مطلعها، انا عندي السرعة الابتدائية، السرعة الابتدائية 0، السرعة النهائية كام؟ 3. يبقى 3 × 3 بكام؟ 9، هتساوي 0. هنا عندي 2 مضروبة في العجلة 0.05 دي. خلاص يبقى انا عندي المسافة او الازاحة اللي هو عاوزها هتساوي 2 مضروبة في 0.05، وانا عندي هنا ايه؟ 9، هتساوي 90. بالآلة الحاسبة هتطلع ايه؟ 90 متر. 90 متر. مسألة حلوة وفيها فكرة جميلة، ان عندي 3 قوانين. انا عندي قوة احتكاك، خلاص قوة مؤثرة، وقوة ايه؟ محرك. خلاص يبقى في الحالة ديت بنجيب القوة المؤثرة طلعت 200، بنعوض من القانون اللي هو F بتساوي M في A. ليه؟ عشان اجيب العجلة. طب اما اجيب العجلة اخش في معادلات الايه؟ العجلة بحركة في خط مستقيم، بطلع المسافة وطلعت لي 90. يبقى انا عندي هنا المسافة طلعت كام؟ 90. يعني المسألة رقم 2، مسألة رقم 2 هتبقى ايه؟ ألف. اول حاجة في الأسئلة عندنا أو في الإجابات. 3 مش مكررة عندنا. 4 اتجاه السرعة المدارية لقمر صناعي يدور حول الأرض يصنع مع اتجاه قوة الجاذبية الأرضية زاوية. نفكر في السؤال ده كده، نفس فكرة العجلة المركزية. القمر الصناعي يدور هكذا أهو، نعتبر القمر الصناعي مكان الخط بتاع السرعة ده. خلاص معلش، مع مركز الدايرة بيصنع لزاوية 90. هي دي الإجابة. خلاص نقرأ سؤال تاني كده ونشوف الرسمة. دايما الفيزياء ما بنرسم بتسهل لنا الأمور. يبقى اتجاه السرعة المدارية لقمر صناعي يدور حول الأرض يصنع مع اتجاه قوة الجاذبية، قوة الجاذبية لمركز الأرض. خلاص زاوية قدرها كام؟ 90. يبقى أنا عندي السؤال 4 هيبقى رقم إيه؟ جيم. يبقى السؤال رقم إيه؟ جيم. نيجي للسؤال 5.
خلاص السؤال الخامس. السؤال الخامس عندي ثلاث كرات، الثلاث كرات فكرتها كالآتي: المسألة إنني بستخدم قانون التجاذب المادي لأنه جاب لي فكرة عنه، بيقول لي الشكل المقابل يوضح ثلاث كرات عندي إكس وواي وإيه زد، إكس وواي وزد، موضوعها في مستوى أفقي، فتكون النسبة بين قوة التجاذب المادي بين الكرتين إكس وواي، خلاص، وقوة التجاذب المادي بين الكرتين. هو عاوز النسبة ما بين القوة هنا والقوة هنا. طبعا قوة التجاذب المادي معروف إن هي إف بتساوي الإيه جي إم وان إم تو على ار تربيع، على ار تربيع. طبعا هنا الجي ملهاش اي مكان عندنا لانه مقدار ثابت، فاحنا عايزين النسب ما بين الاكس والواي. انا عايز قوه التجاذب ما بين الايه الاكس والواي، ادي كتله وادي كتله، خلاص. يبقى الوقت نبدا نعوض، يبقى انا هنقول الاف بالنسبه لمين الاكس واي هتساوي الام 1 ب 4، خلاص، مضروبة يبقى 4M، 4 الكتلة 4M، الكتلة التانية اللي هي 1M، 1M على مربع المسافة بينهم 2R، خلاص هتبقى كلة ايه تربيع، خلاص. يبقى حاصل ضرب الكتلتين في بعض، يبقى انا عندي هنا اهوت الواحد في 4 4، خلاص. يبقى كتلة الأولانية 4 وكتلة التانية 1، يبقى أنا عندي هنا 4 وهنا عندي 2 في 2 ب 4 آر تربيع، خلاص. هنشيل الأربعة مع الأربعة، خلاص. يبقى الوقت هنا عندي 1 على آر تربيع، يبقى ديت النسبة ما بين ايه اف و اكس. تعالوا بقى قوة التجاذب المادي ما بين الاف واي والاف ايه واي وزد هتساوي، انا عندي 1 الكتلة اللونية 1، الكتلة التانية 2، المربع المسافة بينهم اللي هي ار، اللي هي ار بس، يبقى ايه ار ايه تربيع، يبقى هتساوي 2 على ار تربيع. انا عايز النسبه ما بين قوه التجاذب ما بين الاكس والواي وما بين الايه الزد والايه والواي، هنقسم الاثنين على بعض، يبقى اف اكس واي على اف واي زد هتساوي 1 على ار تربيع في البسط، وهنا 2 على ار تربيع. طبعا الار تربيع هتروح مع الار تربيع، يبقى فيها ايه النص، فيها النص. مسألة حلوة وفكرتها حلوة. السؤال الخامس هيبقى ايه ألف، دي بالنسبة للسؤال الخامس. السؤال السادس دي اتكررت كتير في المسائل ولفظها واحد ومعروف: أي حاجة تتحرك في مسار دائري النتيجة معروفة، مجموع المركبتين الأفقيتين لكل من قوة رد الفعل وقوة ايه الاحتكاك. يبقى دي لما تميل السيارة مع الأفقي إن شاء الله بتدينا مجموع المركبتين الأفقيتين لكل من قوة رد الفعل وقوة الاحتكاك مع الطريق. يبقى أنا عندي رقم 6 مباشر ما فيهاش كلام وموجودة بالنص كده في الكتاب، رقم 6 هتبقى إيه دال، هتبقى دال. 7 إذا سقطت كرة تنس طاولة وكرة بوينج من نفس الارتفاع في غرفة مفرغة من الهواء، فعندما تبلغان نصف الارتفاع الرأسي يصبح لهما نفس المقدار منين؟ من السرعة، ملهاش علاقة بطاقة وضع ولا طاقة الحركة، السرعة لأن قوتها مع قوة الايه؟ الجاذبية زي ما احنا ايه؟ عارفين. بعد كده السؤال الثامن، المسألة الثامنة حلوة وفيها فكرة. طبعا الأقمار الصناعية متوصين بكم أو فيها في المسائل كلها سواء اختياري أو إيه أو المسائل التانية العادية. فبنبدأ نشوف المسألة رقم 8، نمشي خطوة خطوة فيها كده. بيقول لي إذا علمت أن القمر يدور حول الأرض مرة كل 27 يوم و3 من 10،
خلاص يبقى ده الزمن الايه الدوري. خلاص يوم. في حكايه الزمن الدوري قبل ما اعمل اي حاجه بقول له اتفضل انا عندي تي بتساوي 27.3 هضربها في 24 في 60. اظن مكرره دي دلوقتي كتير معانا في النموذجين اللي احنا حلناها. خلاص يبقى ده عشان نحولها لايه لثوان. فان ارتفاع فوق سطح الارض بيساوي. خلاص هو دي المعلومه اللي اداها لنا. خلاص يبقى اول حاجه خلاص انا فكيت الزمن الدوري عرفته. خلاص هو عاوز الارتفاع بتاعه. انا عندي طبعا الزمن الدوري بيساوي ايه؟ الزمن الدوري بيساوي 2 باي ار على في. طيب انا عندي الفي بتساوي كام؟ الفي بتساوي ايه؟ الفي بتساوي الجذر التربيع السرعه المداريه جي ام على ايه؟ على ار. يعني الفي ده اشيلها واحط قيمتها هنا القيمه بتاعتها. خلاص يبقى في الحاله دهيت انا عندي الار اساسا عباره عن الار كابيتال زائد ايه؟ اتش. طيب نبدا كده بالراحه التعويض. يبقى انا عندي الزمن الدوري بيساوي 2 باي ار على الجذر التربيعي جي ام على ايه؟ على ار. خلاص نربع الطرفين عشان نخلص من الجذر التربيعي. اذا عندي تي تربيع هتساوي 2 في 2 ب 4 باي تربيع ار تربيع. خلاص على جي ام ونطلع الار ديت. ها يبقى ار ايه؟ تكعيب. خلاص نبدا بقى نجيب من هنا. انا عندي ار تكعيب. هو طالب مني ايه؟ طالب مني الارتفاع اللي هو الار. خلاص يبقى انا هنا عندي الار هتطلع ار تكعيب. الاله الحاسبه نستخدمها بقى الوقت حالا. ار تكعيب عايزها لوحدها يبقى 2 باي تربيع وهنا تي تربيع مضروبة في الجي في الام. خلاص نعوض كل الكلام ده وكله ونطلع الجذر التكعيبي. خلاص يبقى الوقت هنا اهوت اعملها لكم واسيبها لكم بقى تخلصهم. ار تكعيب هتساوي تعوض بس مباشر الاول. يعني هضرب ايه؟ ال 27.3 مسألة طويلة شوية في الارقام بس سهلة. 24 تعرفوا الفكرة بس وانت هتلاقوها سهل. 24 في 60 في 60 كل ده تي. خلاص دي تربيع. اتفضل يا استاذ دي تربيع. خلاص طيب بعدين اللي بعديها هنضرب في جي 6.67 في 10^-11. لسه في الكتلة في 6 كتلة بتاعة الأرض 6 × 10^-24 عليها يا جماعة على الأربعة باي تربيع اللي هي الباي لوحدها 22 في 22 في فوق. نطلع هنا بقى ايه؟ فوق على 7 طبعا هتطلع 7 × 7 بكام؟ 49. النتيجة النهائية هتطلع لي اللي هي الار التي تعبر عن الاتش يبقى تساوي عندي 3.77 × 10^8 متر. طبعا هي هتطلع لي بالكيلو متر الاول. يعني هتطلع لي كده بالظبط 3.77 × 10^5 كيلو متر. ركزوا كده كيلو متر ده هنضرب في 3 يبقى مكان الخمسة ديت هتبقى ايه؟ أس ايه؟ 8. ودي الإجابة عندي اللي هي بنقول رقم د. يبقى الإجابة بتاع السؤال الثامن هتبقى ايه؟ الإجابة هتبقى ايه؟ د. يبقى دي بالنسبة لمين؟ السؤال الثامن. السؤال التاسع والعاشر مش علينا. هنتوقف لغاية كده وإن شاء الله الحلقة القادمة نبدأ في البوكلت رقم 3 بإذن الله. يبقى في كل حلقة كده نخلص 2 بوكلت كده لأن معظمها مسائل مش اختياري بالمناسبة. كلها مسائل وده برضو بنرد على الناس اللي بيقولوا يا مستر هيجي مسائل ولا اختيار. شايفين الاختيار أساسا حل مسائل. يعني أي مسألة من دهيت ممكن يقول لي تساوي أو يقول لي احسب المسافة.
يعني المسألة رقم 2 ديت، بصوا كده رقم 2 عندكم اهيت، شاحنة كتلتها ممكن يجيبها لنا في من ايه، من 11 ل 17 او 18. يعني ده ممكن المسألة دي ما يجيبها ليش اختياري، لان عايزه حل وتحلت فعلا خلاص. فموضوع اختياري وهتيجي مقال ولا مسائل ولا كل اختيار من الاختيارات اللي احنا حلناها دلوقتي دي تعتبر ايه، مسائل، يعني من المسائل العادية اللي هنسميها مقالة خلاص. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا، في حلقات مسائل عاملها لكم على اليوتيوب على قناتي مصطفى رجب خبير العلوم، في مسائل الفيزياء شرح القانون، القوانين بأكملها في حلقة، شرح ميل الخط المستقيم اللي احنا اشتغلنا منه النهاردة في الاختبارين بتوع النهاردة بإذن الله. ما تنسوش الاشتراك ونشوف الحلقات ده هي، ونشوفكم على خير. مصطفى رجب يحييكم، مدينة دمياط الجديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.